وأكد رئيس الوزراء أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وإن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن يتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف. التمويل هو الركيزة الأساسية، وكما قال كل ضيوفي الموقرين، التمويل هو الركيزة الأساسية لإنفاذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبصفة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذه يجب أن نناقش ونوجد حلول لتلك القضايا، ويشمل ذلك إيجاد توازن بين التكيف والتخفيف. بالأمس تشرفت بأن أشهد إطلاق المبادرة المصرية نوافي، وهي تمثل أداة جيدة تجمع كل المشروعات وبشكل مفصل للمساهمة في تحقيق والمساهمة في الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين التغيرات المناخية. وللمزيد وأكثر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة. دكتور سامح، مساء الخير وبرحب بك في خبر اليوم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بك. على مدار 3 أيام بقمة المناخ مناقشات وجلسات مهمة، كيف تابعت تلك الجلسات وأهم ما حملته تلك الجلسات من وجهة نظرك؟ والله حضرتك بالنسبة للمؤتمر احنا الحمد لله كنا جاهزين ليه من سنوات، لأن احنا بادئين في الطاقة الجديدة والمتجددة من سنة 2014. عندنا أكبر محطة طاقة شمسية في بنبان، وعندنا أكبر محطة طاقة رياح على مستوى الشرق الأوسط برضو، وعندنا أكبر محطة طاقة مياه اللي هي من تحلية المياه اللي موجودة في جبل عتاة اللي بتدينا 2.4 جيجا. يبقى إذن إحنا كنا مستعدين للمناخ قبل ما يجي مؤتمر المناخ عندنا، وإحنا لو قارنا نفسنا بوسط الدول اللي موجودة على مستوى العالم كلها، إحنا أقوى دولة مظبطة نفسها داخل البلد من ناحية المناخ ومن ناحية نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعث، لأن إحنا حوالي 97% من محطات الطاقة الكهربائية بتاعتنا بتشتغل بالغاز. ثانيا إحنا عندنا محطات الطاقة الجديدة والمتجددة داخلة بنسبة من 22-25% من الإنتاج، لذلك إحنا كنا مستعدين للمؤتمر بدون ما يكون عندنا خبر إن المؤتمر يبقى عندنا السنة دي. حضرتك لو قارنا برضو الدول من يوم ما المؤتمر ما بدأ كبيئة سنة 94-95 بدأ تفعيله، حتى اليوم احنا هتلاقي حضرتك اكتر دولة منفذة خطوات الحفاظ على البيئة وعلى المناخ هي جمهورية مصر العربية. اما بالنسبة بقى للطاقة الاستثمارات اللي جاية، فالعالم اللي جاي يستثمر هم بادئين معانا مذكرات تفاهم من سنتين، علشان اكتر من سنتين، علشان يعملوا الهيدروجين الاخضر داخل مصر. الهيدروجين الأخضر داخل مصر، دول أوروبا بالكامل بدأت تسعى على شمال أفريقيا لأفضل دولة تنتج الهيدروجين الأخضر، فهي لقت إن أفضل دولة مصر، وهو فعلا موجودة أفضل دولة مصر لسبب إن المقاومات الرئيسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وليس الأزرق هي جمهورية مصر العربية. المقاومات بتاعتها إن لازم الهيدروجين الأخضر بيجي من المية وبيجي من الطاقة الجديدة والمتجددة. المية عندنا ساحل بحر أحمر وبحر أبيض متوسط الطول بتاعه 3000 كيلو متر، يبقى عندنا مية على مسافة 3000 كيلو متر شواطئ، وعندنا مناخ جيد جدا بالنسبة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وعندنا الأمثلة منها اللي هي بدأت من 2014، يعني ما ليست حاجة مستحدثة. فإذا عندنا الطاقة الجديدة والمتجددة، وعندنا المية المتوفرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وعندنا المساحة المتوفرة. الحاجة الأهم من ده كله إن المستثمر عمره ما هيجي في مكان علشان يستثمر فلوسه إلا إذا كان المكان آمن، والحمد لله مصر آمنة تماما. فإذا مقومات نجاح أي مشروع للهيدروجين الأخضر لن يتوفر في العالم حاليا وإن شاء الله ومستقبلين إلا في داخل جمهورية مصر العربية. بالتأكيد. طب دكتور سامح، لو رحنا لأفريقيا، الوضع في أفريقيا مقلق جدا، يعني دول تتحول من مخزن للغذاء تتحول لدول تعاني من نقص غذاء وفيضانات، كيف يتم الدفع لسرعة تنفيذ الاتفاقيات لإنقاذ تلك الدول؟
حضرتك سبب قلة الغذاء أو مشاكل الغذاء هي البيئة، لأن حضرتك نسبة ثاني أكسيد الكربون كلما ما بتزيد بتخلي الطبقة بتاعت الغلاف الجوي تعتبر حاجز ما بتطلعش الأشعة تحت الحمراء فوق، فبترتفع درجة حرارة الأرض. ارتفاع درجة حرارة الأرض بيؤدي إلى الزلازل والبراكين، وارتفاع درجة حرارة الأرض بالنسبة للمية بتؤدي إلى الفيضانات والتسونامي. يبقى إذا نتيجة قلة الغذاء أو المشاكل في الغذاء هي أساسها المناخ والانعكاسات العكسية أو اللي بتحصل من المناخ. علشان الكلام ده يبتدي يقل وله نتيجة قوية، لازم الناس لازم كله يتجه إلى الطاقة المتجددة. ليه؟ لأن لما بنبص لو استخدمنا الفحم في إنتاج الكهرباء، فكيلو الفحم بيديني قدامه كيلو ثاني أكسيد كربون. لو استخدمت الغاز، كيلو الكهرباء اللي بيطلع من الغاز بيديني قدامه 400 جرام ثاني أكسيد كربون. لو استخدمت ألواح الطاقة الشمسية، الكيلو واط من ألواح الطاقة الشمسية بيديني 46 جرام، فده فرق كبير. لو استخدمت طاقة الرياح، كيلو الكهرباء بيطلع أو كيلو واط من طاقة الرياح بيديني 12 جرام ثاني اكسيد كربون. الكهرومائيه بتديني 5 جرام ثاني اكسيد كربون. يبقى اذا علشان انا الحق المناخ واقلل من المشاكل اللي بتوصل في الارض او في الزلازل والبراكين، يبقى لازم اتجه للطاقه الجديده والمتجدده، افضلهم الهيدروجين الاخضر، لان العادم بتاع الهيدروجين الاخضر هو ميه مقطره تستخدم في الشوربه وصالحه تستخدم لاي شيء. ثانيا الهيدروجين الاخضر كان عنده مشاكل ان انا ما اقدرش انقله من مكان لمكان، لانه لو تاثر بالحراره ممكن يحصل انفجارات لا قدر الله او مشاكل جانبيه. دلوقتي تغلبوا على هذا الموضوع، كنا بننقله كمان عن طريق السماد، انما الافضل دلوقتي في ماده بتضاف عليه، ماده اسمها التولوكوين، بتتحط على الهيدروجين، بتحول الهيدروجين من غاز الى سائل ليس له اي اضرار جانبيه. يمكن ان انا انقله على تنكر وانقله على سفن وانقله في على سيارات اللي هي بتنقل زي اللي بتنقل البنزين والسولر، فاصبحت سهله. وبعدين بعد ما بوصل للمكان اللي انا عايزه بفصل التولوكوين عن الهيدروجين وارجع استخدمه تاني. فاصبح المنفذ الوحيد لانقاذ المناخ هو الهيدروجين الاخضر، ولذلك نلاقي ان العالم كله بيتجه الى مصر، هو اللي جاي يستثمر. احنا ما بنقولش لحد تعالى، لكن هم حسوا بالازمات بتاعه الطاقه وبالذات بعد حرب روسيا، حسوا باهميه الطاقه وبالذات طاقه الهيدروجين. دكتور سامح لو تسمح لي، يعني يمكن حضرتك تابعت كل ما يحدث خلال الايام اللي فاتت، كان مهم جدا التمويل. التمويل هو حجر الزاوية للوفاء من الالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كيف ترى مناقشات قمة المناخ في ذلك الشق وتلاقي هذه الأزمة وتلافيها في الفترة اللي فاتت؟ يعني حضرتك احنا كتمويل، احنا لما نيجي نعمل مشروع احنا بنطلب الناس انها نعمل تمويل، ولكن أهمية الهيدروجين الأخضر حضرتك، هم الناس الدول جاية بفلوسها علشان هي اللي تعمل معانا المشروع. يعني احنا ما بنقولش لحد دلوقتي تعالى، هم حسوا بأهمية مصر، حسوا بأهمية الهيدروجين الأخضر، حسوا بأهمية الطاقة، حسوا بأهمية وجود مصر في هذا الموقع بهذه المقومات الرئيسية. فكل الدول جاية بتعمل مذكرات تفاهم وبدأوا التنفيذ، بدليل ان عندنا النرويج بدأت تعمل معانا في العين السخنة 100 ميجا واط من الهيدروجين الأخضر. الامارات عملت معانا اتفاقيه انها تنفذ 10 جيجا من طاقه الرياح، ال10 جيجا دي هتستخدم في الهيدروجين الاخضر. يبقى اذا هم احساسهم باهميه هذا الموضوع والمقاومات اللي موجوده في مصر، هم اللي جايين يستثمروا وهم اللي جايين يمولوا وهم اللي جايين يشتغلوا، لان ده بالنسبه لهم منفذ رئيسي في السنوات القادمه هيبعدهم عن اضرار الغاز وما شابه ذلك والبترول، وهيبقى عندهم طاقة آمنة. وخد بال حضرتك ان طاقة الهيدروجين ثلاث اضعاف تقريبا، هي 2.8 من ثلاث اضعاف اي نوع من انواع الطاقة الاخرى. ثانيا انها بتستخدم في جميع الوسائل المواصلات، يعني كذلك بتستخدم في انتاج الكهرباء، بتستخدم في التدفئة، واوروبا كانت بتستخدمها، انجلترا بالذات كانت بتضيف 20% من الهيدروجين على الغاز. دكتور سامح، الرئيس السيسي أكد أن العالم لابد أن يتحول إلى الطاقة النظيفة. هل التحول إلى الطاقة النظيفة أمر صعب أم يمكن تحقيقه على أرض الواقع؟
التحول الى الطاقه النظيفه الناس كلها بدأ فيه من زمان، بس بدأ فيه بمعدل بسيط لانها ما حستش بالضروره والاهميه بتاعته. انما بعد مشاكل اللي حصل كله بيتسارع انه يستخدم الطاقه الجديده والمتجدده، ولكن احنا الحمد لله احنا كان عندنا نظره مستقبليه ان احنا بدانا فيها بقوه وبكثافه. بقول لحضرتك من سنه 2014 اصبح عندنا انتاج من الطاقه الجديده والمتجدده عالي جدا، انما الانتاج التحول ليه سهل جدا ولكن هو محتاج خبره. احنا عندنا اصبحت الخبره بالنسبه على مستوى افريقيا والشرق الاوسط والعالم عاليه جدا. اللي عملوا بنبان هم مصريين، واللي شغالين في طاقه الرياح هم مصريين، واللي شغالين في الهيدروجين برضو هم برضو مصريين. بالتأكيد الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.